متابعينا الأعزاء، نأمل منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا أولا بأول. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبعض الجماهير الإسبانية تشن هجوما ضد جيرارد بيكي مدافع برشلونة والمنتخب وتطالبه بالرحيل. وظهر في الفيديو بعض الشباب يصيحون في التدريبات: بيكي ارحل، انت لا تمثلني، ولا تعد هذه المرة الاولى التي يقابل فيها الجمهور بيكي بهذه الطريقة او اطلاق صافرات الاستهجان ضده، اذ وجه بيكي من قبل انتقادات حادة لتعامل الشرطة في استفتاء استقلال كاتالونيا الذي شهد مواجهات مع المواطنين، ولعب بيكي 91 مباراة مع المنتخب الإسباني، ولكنه اصبح شخصية تثير الانقسام بسبب موقفه من الاستفتاء. وكان بيكي قد أعلن عن نيته اعتزال اللعب الدولي مع منتخب إسبانيا عقب نهائيات كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين. قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التحرك خلال الأيام المقبلة من أجل محاولة التعاقد مع المهاجم عثمان ديمبلي من قبل نادي برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي. وأفادت صحيفة موندو دوبورتيفو الكتالونية أن ديمبلي البالغ من العمر 20 عاما هو هدف للمدرب الألماني الجديد توماس توخيل في حديقة الأمراء، ويفكر توخيل في ديمبلي بسبب مستقبل اللعب في كامب نو، خاصة وأن المدرب الحالي إرنستو فالفيردي ما زال لم يضع كامل ثقته في قدراته الفنية ليكون لاعبا في التشكيل الأساسي. وتشير الصحيفة أن في حالة رغبة أحد الأندية للتعاقد مع موهبة للسنوات المقبلة عليها أن تضع ديمبلي أمام أعينها، وكان ديمبلي قد انتقل إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي من قبل صفوف بوروسيا دورتموند الألماني بمبلغ مالي قيمته 105 ملايين يورو مع 40 مليون يورو أخرى كمتغيرات. أثر دريغوري داكاد وكيل أعمال اللاعب الفرنسي كليمنت لينغليت مدافع نادي إشبيليا الإسباني التكهنات حول انتقال موكله لنادي برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وكانت صحيفة سبورت الكتالونية قد كشفت عن موعد الإعلان عن الصفقة، حيث أكدت أن اللاعب قد وافق على الانتقال إلى البلوغرانا ووقع على عقد لمدة 5 سنوات مقابل 35 مليون يورو. وعلى الرغم من ذلك عاد داكاد ليبعثر أوراق الصفقة في تصريحات نقلها موقع فوتبول إسبانيا قائلا: لينغلت إلى برشلونة، لا يوجد أي قرار تم اتخاذه، وواصل: كليمونت في عطلة في الوقت الحالي ولن يتخذ أي قرار بشأن مستقبله إلا بعد الحديث مع المدرب الجديد، وأتم: نحن نحترم إشبيليا ولا يوجد أي جديد بشأن هذه الصفقة. نفى روبن بونز طبيب فريق ليفربول وجود أي غضب من ناحية محمد صلاح مهاجم الريدز تجاه سيرجيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد عقب تسبب الأخير في إصابته يوم السبت الماضي خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال بونز في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور الإنجليزية: صلاح لم يخبرني بأي شيء يخص سيرجيو راموس، لا أعتقد أنه غاضب منه، إنه التحام طبيعي. وتابع: لم نكن نعلم بوجود أي إصابة خطيرة حتى سقط على الأرض، فهو ليس من اللاعبين الذين يشتكون كثيرا. ووصل صلاح صباح الثلاثاء الماضي إلى مدينة فالنسيا الإسبانية من أجل تلقي العلاج أملا في اللحاق بنهائيات كأس العالم التي تنطلق في روسيا يوم 14 يونيو المقبل. يذكر أن صلاح رفض التعليق على إمكانية أن يكون راموس قد تعمد إصابته في لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا. كشف بيني زهافي وكيل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني عن أن موكله طلب الرحيل من النادي البافاري. وأوضح زهافي أن ليفاندوفسكي يحتاج إلى خوض تحدي جديد في مسيرته الاحترافية خلال الموسم المقبل، نافيا انتقاله إلى نادي محدد، وذلك بعد أن ارتبط اسم اللاعب في وقت سابق بالانضمام إلى ريال مدريد. وأكد زهافي أن كل أندية القمة في أوروبا ترغب في ضم ليفاندوفسكي إلى صفوفها لأنه أفضل مهاجم في العالم. ويلعب ليفاندوفسكي قائد المنتخب البولندي ضمن صفوف بايرن ميونخ منذ عام 2014، وسجل 106 أهداف في البونتوس ليغا خلال 126 مباراة، ويمتد عقد ليفاندوفسكي مع البايرن حتى عام 2021،
وأشارت تقارير إلى أن أندية باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر يونايتد أبدت اهتمامها بضم اللاعب. قال جون بير ريفيري رئيس نادي نيس إن ناديه فشل في الإبقاء على المدافع البرازيلي مارلون سانتوس الذي يلعب للنادي على سبيل الإعارة من برشلونة، وانضم سانتوس إلى نيس الصيف الماضي على سبيل الإعارة من برشلونة لمدة موسمين مقابل 8 ملايين يورو، مع وجود بند يتيح للنادي الكتالوني استعادة اللاعب بعد الموسم الأول. وقال ريفري في تصريح مقتضب لصحيفة ليكاب الفرنسية: برشلونة تلقى عرضا بقيمة 20 مليون يورو من أجل بيع مارلون سانتوس، اللاعب في طريقه للرحيل عن البارسا وسيكون من الصعب علينا الاحتفاظ به. من جانبه أكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن هناك عرضين من الدوري الإنجليزي الممتاز لضم اللاعب من ناديي وستهام يونايتد وليستر سيتي الإنجليزيين. يذكر أن سانتوس 22 عاما شارك في 27 مباراة مع نيس في كل المسابقات هذا الموسم، منها 23 مباراة في الدوري الفرنسي. أثار وشم رسمه الإنجليزي رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي على ذراعه هجوما قويا عليه من جانب نشطاء مناهضين لامتلاك أسلحة، حيث وصفوه بأنه مثير للاشمئزاز. ونشر ستيرلينج صورة لنفسه على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وعلى ذراعه وشم لبندقية، وذلك أثناء التدريب مع المنتخب الإنجليزي في سان جورج بارك قبل نهائيات كأس العالم التي تنطلق في 14 يونيو المقبل بروسيا. من جهته دافع ستيرلينج عن نفسه حيث نشر صورة أخرى على موقع انستغرام مؤكدا أن الوشم له معنى أعمق من الذي تم فهمه. وكتب اللاعب البالغ من العمر 23 عاما: عندما كنت في الثانية من العمر قتل والدي بالرصاص، وقطعت عهدا على نفسي ألا أمسك بسلاح طوال حياتي، أطلق قذائف بقدم اليمنى، وهذا ما له معنى أعمق. عزيزي متابع قناة عرب جول، هل ترى أن وشم ستيرلينج غير مناسب؟ شاركنا برأيك.